محمد طه في بوتسوانا يقول لنا كل الاخبار وكل الكواليس هناك شكلها عامل ازاي. طه مساء الفل عليك، واكيد عندك كلام كتير جدا عن ازمه وصول منتخب بوتسوانا وامتى ممكن يوصل والشكل اللي هيخوض بيه اللقاء، ولكن خلينا نبتدي الاول بالمشكله بتاعه منتخب بوتسوانا وامتى يكون وصوله لبوتسوانا بكره ان شاء الله. مساء الخير عليك يحيى طبعا، وكل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا. يمكن زي ما انت اتكلمت طبعا في مقدمتك عن الشكل الخاص بمنتخبنا الوطني، وهبدا معاك طبعا بالامر الخاص بما حدث في الازمه اللي يعني اضطرينا ان احنا من خلالها يؤجل المباراه بدلا من يعني الساعه 3 بتوقيت بوتسوانا 4 بتوقيت القاهرة، هتبقى المباراة 6 بتوقيت بوتسوانا و7 بتوقيت القاهرة. من المفترض انه كان منتخب بوتسوانا بعد ما انهى مباراته مع موريتانيا انه يصل هنا في بوتسوانا مساء الامس، يعني تقريبا في نفس التوقيت اللي احنا وصلنا فيه او يعني تقريبا بعده بساعة او حاجة. من المفترض ان هم كانوا هيوصلوا على العاصمة وبعدين يتحركوا بباص هنا، يعني كان هيبقى تقريبا موجودين هنا الساعة تقريبا 6 الصبح. اللي حصل انه كان عندهم ازمة طيران، فبالتالي اتأخر وصول البعثة، وطبعا بعد مشاورات كتيرة جدا من المفترض خلاص رسمي بعد مواعيد كتيرة طبعا احنا سمعنا واحنا موجودين هنا انه البعثة هتصل ان شاء الله بالنسبة لبوتسوانا 9 صباحا، يعني او تقريبا على 10 صباحا، ده يعني على اقصى تقدير هيكونوا وصلوا هنا في بوتسوانا. هيتنقلوا طبعا على طول هنا في يعني المكان اللي على طول هيخوض فيه المباراة. من المفترض طبعا انه النهاردة كان من المفترض انه يعني ان احنا في برنامج كبير جدا الكابتن حسام حطه لكل اللاعبين. بدأنا البرنامج بدون اي تغيير رغم كل المناقشات اللي تمت، كان من المفترض ان هم طلبوا تغيير المباراة الاول في اول شيء، تكون المباراة الساعة 5 بتوقيت بوتسوانا 6 بتوقيت القاهرة، لكن حصل بعض الامور ولما جه ميعاد الطيار الجديد اللي هم هيوصلوا بكره الصبح الساعه 9 او 10 فطلبوا التاجيل للساعه 8 بتوقيت بوتسوانا 9 بتوقيت القاهره. بعد طبعا عده مشاورات واحنا المفروض ان احنا يعني ردينا بالالتزام او التمسك بميعاد المباراه. هنا في نقطه مهمه جدا حابب ان انا اوضحها، انه التمسك بموعد المباراه يعني ليس تعنت ويعني ليس لاي امر اخر خاص بان احنا متمسكين بالموعد وخلاص، لكن في امور كتيره جدا يعني انت يعني هقول لك مثال بسيط. احنا لو خيرنا مثلا في اي وقت ان احنا نلعب العصر او نلعب مساء، اكيد اي لاعب بيفضل اللعب مساء، الجو بيبقى افضل والجو بيبقى اهدى، لكن في ترتيبات كتيره ورا تاخيرنا. خلينا اوضح بعض الترتيبات دي عشان تبقى الصوره واضحه للجميع. يمكن اهمها في لاعبين مرتبطين بطيارات سواء المحترفين طيارات العوده لدوريهم، وايضا في لاعبين من المشاركين في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه مرتبطين بمواعيد سفر ومرتبطين بمواعيد تصاريح للخروج، فبالتالي التصاريح دي ليها موعد معين ولازم يوصلوا قبل هذا الموعد عشان يتم عمل كل الاجراءات اللازمه عشان اللعيبه دي تقدر تخرج مع فرقها بره. بجانب كمان امر مهم تاني عفوا بجانب امر مهم تاني وهو انه المطار هنا يعني هل المشكله اللي انت بتتكلم فيها دي اتحلت ولا لا؟ او شكل الحل للمشكله دي ازاي؟ الصوت بس مش واضح يحيى. بقول لك ايه الحلول اللي اتقدمت من منتخب مصر لحل مشكله اللي انت بتتكلم فيها، لان دي مشكله برضو مش مشكله صغيره. قرار بقى اللعيبه المحترفين هترجع امتى، وتغيير مواعيد طيران اللعيبه دي سواء لعيبه اهلي او زمالك او بيراميدز مشاركين افريقيا او حتى اللعيبه المحترفه. يعني بالفعل، وده اللي احنا يمكن الجهاز الفني كان في اجتماعات دائمه ورئيس البعثه طبعا في اجتماعات دائمه كانوا بيتكلموا في هذا الامر، لان احنا مرتبطين بتوقيت لازم اللعبة دي ترجع فيه، والتوقيت اللي كان مناسب لينا الساعه 3 هو اللي كانت مبني عليه كل الامور اللي بعديه. ويمكن كمان زي ما بقول لك المطار هنا
بيقفل الساعه 10، فيعني هي ظروف المكان كده. فانت النهارده يعني احنا حتى لما وصلنا امبارح وصلنا متاخر باستثناء يعني، وحصل استثناءات، تم فتح المطار مخصوص لبعثه منتخبنا الوطني، حتى خرجنا يعني ومعالي السفير طبعا ورئيس البعثه دكتور ايهاب الكومي وكل الناس رتبوا مع بعض ان احنا بنخرج، والتاشيرات بتتعمل في وقت لاحق، حتى الصبح تم الاجراءات لما اتفتح المطار. فالمطار نفسه بيتاخر او ما بيبقاش، قصدي مش موجود في ساعات متاخره ان هو ما يقدر يستقبل وفود تخرج. فبالتالي انت عندك ازمات كتيره ممكن تتلاحق مع هذا الامر، لكن بشكل كامل النهارده اليوم مر بنفس البروجرام اللي تم. الفطار كان الصبح في ميعاده، بعدها المحاضره، بعدها رحنا التمرين في الموعد الاساسي اللي كنا هنلعب فيه المباراه اللي هو 3 العصر 4 بتوقيت القاهره، وخدنا المران بشكل كامل. المران حوالي استمر ساعه وربع بشكل كامل. بقى خلينا نتكلم عن الجزء الايجابي، اللعيبه في حاله نفسيه ممتازه جدا، تركيز عالي جدا، الحاله البدنيه رائعه، كل اللعيبه اللي كانت بتشتكي من اجهاد في المباراه الاولى واصيبوا ببعض الكرامبات الخفيفه تمت المعالجه بشكل ممتاز جدا، والامور اصبحت بشكل رائع. فالجانب الفني والجانب البدني بالنسبه للاعبين ممتاز جدا النهارده، واللعيبه ظهرت بشكل رائع، مركزين جدا، وكانها مباراه مهمه جدا مع احترام الخصم بشكل كبير. وان شاء الله طب يعني باذن الله اللعيبه اللي جاهزه واللعيبه اللي ممكن لسه ما تكونش جاهزه، ويمكن اهمها بالنسبه للجمهور المصري هو رامي ربيعه برضو كدفاع منتخب مصر وسنتر باك مهم دلوقتي مع منتخبنا الوطني، ويمكن اصابته كلام اتقال ان هو هيكون موجود. خلاص رامي ربيعه جاهز ولا لا بما انك كنت حاضر الميران الاخير؟ يعني كل اللعيبه القائمه كلها اللي موجوده وحضرت لبوتسوانا كلها في حاله بدنيه 100% وكلهم جاهزين للمشاركه غدا، فقط اختيارات الكابتن حسام حسن في التشكيل، وكل اللعيبه جاهزه حتى اللي شعروا باجهاد دلوقتي الحاله البدنيه ممتازه، وده طبعا جهد كبير جدا قام بيه الجهاز الطبي، وايضا المجموعه اللي عامله على الجزء التدليك والجزء التحضيري للاعبين، كل دول قاموا بمهمه كبيره جدا بصراحه. نوجه لهم طبعا التحيه لان كل اللعيبه دلوقتي بدنيا جاهزه للمشاركه في المباراه. لكن خليني بس، يمكن دلوقتي هينضم لينا الدكتور ايهاب الكومي اللي حضر دلوقتي رئيس البعثه، بعدين طبعا اكمل لك بقيه الكواليس الخاصه بمنتخبنا الوطني وما دار في الكواليس. دكتور ايهاب، عارف انت لسه جاي دلوقتي من الاجتماع وكنتوا مع بعض في العشاء، الحمد لله على السلامه. اكيد اليوم الكل تابع ما ترتب على تأجيل المباراة وعدم وصول منتخب بوتسوانا اللي احنا موجودين في ضيافته، لكن هو لسه مش موجود على أرضه، فبالتالي يعني أمور عديدة، لكن ما تم من بداية الأمر حتى القرار الأخير الكاف إن المباراة هتكون الساعة 6 بتوقيت بوتسوانا 7 بتوقيت القاهرة. خليني في البداية أرحب بك طبعا، وسعيد جدا بوجودك معنا، شخصية محترمة جدا، محمد طه الصديق وزميل عزيز، يحيى طبعا في الاستوديو كل التحية وكل التقدير لك ولمستمعينك ومشاهدينك. زي ما انت يعني بنقول احنا كنا متفقين على المباراة الساعة 3، وده كان اختيار الجانب البوتسواني، هو اللي اختار اليوم، هو اللي اختار توقيت المباراة بناء عليه الكابتن حسام والجهاز الفني بالكامل. بعد ماتشنا مع كاب فيردي بدأنا نخطط على ان احنا بنلعب الساعة 3، ده بيترتب عليه التغذية بتاعة اللاعبين، مواعيد التدريب، مواعيد النوم والراحة، امور كلها متعلقة ببعضها. لكن النهارده بصراحه لقيت كرئيس اتحاد بوتسوانا شرفنا في مكر اقامتنا هنا النهارده، وطلب مننا تاجيل المباراه لعده ساعات. طبعا الامر ما يخصنيش لوحدي، لازم اعرض الامر على الجهاز الفني لان ده رؤيه فنيه بكل تاكيد. كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا قالوا ان اللي اختار الميعاد هو الجانب البوتسواني اللي موجودين لغايه دلوقتي في موريتانيا، وده مش امر طارئ. امر طارئ لما يكون في مطارات مغلقه، في يعني لا قدر الله عاصفه جويه الى اخره، لكن هم ما نجحوش في ترتيب عوده المنتخب بتاعهم من موريتانيا. لكن احنا اكدنا للجانب البوتسواني على عمق العلاقات اللي بتجمعنا، ولكن احنا عندنا ظروف خاصه هي اللي بتحول بين ان احنا ناجل المباراه، هي ارتباط عدد من لاعبينا بالسفر للدوريات الاوروبيه، سواء كان محمد صلاح، النني، تريزيجيه، كمان ارتباطهم بمباريات الى جانب الانديه المصريه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه، سواء كان دوري رابطه الابطال او الكونفدراليه. واحنا كلنا
في الاول وفي الاخر. بس نقطه معينه عشان برضو الناس، في ناس طياراتها مع وصولنا بالميعاد الجديد ده هتكون بعد وصولنا بنص ساعه، يعني مش هيلحقوا حتى بيراميدز. زي ما انت قلت موجود ابراهيم عادل، موجود اكثر من لاعب من بيراميدز، فبكل تاكيد هم مرتبطين، محمد حمدي، فمرتبطين. اول ما هينزل من الطياره بعد نص ساعه هيكون مغادر القاهره مره ثانيه. وبناء عليه وضحت للجانب البوتسواني الامور دي كلها، ده اللي بيخلينا نعتذر عن تاجيل اللقاء. طبعا هو لجأ الى الاتحاد الافريقي الكاف وفوجئنا بتاجيل المباراه من الساعه 3 عصرا بتوقيت بوتسوانا، 4 بتوقيت القاهره، للساعه 7 بتوقيت بوتسوانا، 8 بتوقيت 8 و 9 بتوقيت القاهره بكل تاكيد. بناء عليه بدات الكلام ده، كنا احنا ساعتها في التدريب الساعه 3 في موعد المباراه. كابتن ابراهيم حسن كان موجود معايا اولا باول في الموضوع، كابتن وليد بدر اتكلمنا في الموضوع، خرج الكابتن حسام اخبرناه بالامر ان اللعيبه كلها مرتبه نفسها. كابتن حسام بصراحه عجبني جدا موقفه، قال يعني انا مستعد العب في اي توقيت، هم لو خيروني من الاول هلعب في التوقيت المساء لان ده بيناسبني، لكن هم اللي اختاروا وهم اللي كانوا مختارين التوقيت لان ده بيناسبهم اللعب في هذا التوقيت. لكن كابتن حسام كان موقفه ايجابي جدا، قال انا في كل الاحوال على استعداد تام ان انا العب في اي وقت من الاوقات وفي اي ظرف من الظروف، احنا كلنا مستعدين وعندي رجاله ومقاتلين. ده نفس الامر اكده نجمنا محمد صلاح على الرغم من ارتباطه، قال احنا في مهمه وطنيه وبلدنا في المقام الاول وفي الاخير هي اللي بتهمنا، ونقل الصوره للاعبين وكان اجماع من كل اللاعبين على ان احنا هنلعب في اي توقيت وان شاء الله نلحق سفرنا ونلحق بعد كده الفرق بتاعتنا. طبعا اتصلت، كان اتصال دايما موجود معايا الاستاذ جمال علام، الاستاذ خالد الرندلي، الاستاذ وليد العطار. قلنا لهم تم التاجيل بناء على الخطاب اللي وصل للاتحاد المصري، فاتبعت ميل تاني للاتحاد الافريقي ان احنا بنتضرر من تاجيل المباراه نظرا لواحد اتنين تلاته اللي انا ذكرتها منذ قليل. فكان الحل الوسط اللي هم عملوا المباراه في تمام السادسه بتوقيت بوتسوانا، السابعه بتوقيت، ده حل وسط للجميع، يرضي الكل. يعني اذا كنا مثلا كنا هنسافر 11 لا نسافر 10 ومتعاونين. وبشكر السفير احمد الفضلي، سافرنا في جنوب افريقيا في بوتسوانا وليسوتو، هو 3 دول، ومعاه ايضا السيد عمر شعيب القنصل اللي موجود معانا في مقر الاقامه. واتفقنا ان شاء الله بكره ان احنا هيخلوا المطار شغال لغايه ما نوصل بعد المباراه، وعلى طول نطلع ان شاء الله باذن الله. توفيق لكم ان شاء الله، وباذن الله تكون مباراه يعني ايجابيه، وده يبقى حافز ايجابي اكتر ان احنا مش بس نكسب، كمان نكسب بنتيجه اكتر باذن الله من هدف واثنين وثلاثه باذن الله ان شاء الله. وخليني اشكر المتحده للخدمات الاعلاميه، المتحده للرياضه، الشريك اساسي في اي نجاح، وبشكركم على التغطيه المميزه ودايما موفقين يا ابو احمد ان شاء الله. شكرا دكتور، شكرا على المجهود اللي قمت بيه النهارده. شكرا جزيلا. شكرا. يعني يحيى ده كان طبعا دكتور ابيكم رئيس البعثه، لكن طبعا كابتن وليد بدر، علي محمد، ومينا، مجموعة كبيرة في الجزء الإداري قاموا بمجهود رائع جدا، سواء امبارح في وصولنا للمطار وتسهيل إجراءاتنا رغم أن المطار يعني بيغلق ساعاته يعني مبكرا. هنا يمكن احنا موجودين في فرانسيس تاون، دي تعتبر المدينة الثانية من العاصمة البتسوانية، هي يمكن يعني مدينة يمكن الساعة 6 أو 7 الأمور كلها بتبقى خلاص مقفولة، فالمطار متأخر، فالناس قامت بمجهود رائع حقيقي عشان يسهلوا هذه الأمور الإدارية، بجانب بقى الشغل اللي كان بيقوم بيه رئيس البعثة والمجموعة الخاصة باتحاد الكرة عشان قرار موعد المباراة، إلى جانب أيضا الجهاز الفني. الجهاز الفني النهاردة اللي عمل جلسة في منتهى الروعة النهاردة بعد الغداء، كمان يمكن كابتن حسام حسن جمع اللعيبة هو محمد صلاح وخرجوا خالص حتى بره هذا النطاق، وتكلموا عن ذكريات الكرة زمان، وتكلموا عن كل شيء، يعني في أمور كده بره خالص هذا النطاق عشان تخلي اللعيبه تفك واللعيبه تبقى تتكلم. يعني اتكلموا النهارده حتى في ذكريات كاس الامم 86، واتكلموا في امور كتيره جدا، يعني رجعنا بالذاكره ورا كتيره، وكل واحد كان بيحكي ذكرياته، ويعني شاركوا بعض النهارده حديث كان ممتع. ودي رساله انه يعني احنا مركزين بس في معسكرنا، مركزين في الامور الخاصه بينا، بكره عندنا مباراه ان شاء الله الهدف منها 3 نقاط ونتيجه ايجابيه باذن الله نعود بها لمصر باذن الله. هنخلص المباراه وعلى طول هنتوجه من المباراه باذن الله على المطار اللي هو يعتبر قريب جدا، 10 دقائق تقريبا من ملعب المباراه اللي هيكون تقريبا في كامل عدده 26,000. فرانسيس تاون هذا الملعب اللي يمكن انشئ من 10 سنين وهيكون كامل العدد لحضور هذه المباراه.
طه، يعني خلينا اسالك سؤال اخير، ويمكن طبعا اكيد كل الشكر لدكتور ايهاب الكومي رئيس بعثه منتخبنا الوطني، ولكن اتكلمت في كل حاجه، عايز اسالك عن حاجه مهمه جدا وهي الشكل. يعني انت موجود مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم وكنت موجود في المران الاخير، الشكل اللي ممكن يخوض به لقاء الكابتن حسام حسن والتغييرات بسبب الاصابات اللي موجوده، سواء اصابه مصطفى محمد او عمر مرموش، ايه البدائل اللي ظهرت في الشكل التمرين؟ يمكن يحيى زي ما انت عارف احنا يمكن ما بنحضرش التمرين بشكل كامل، لينا جزء مخصص، لكن يعني الكابتن حسام اكيد مع المفاجآت اللي احنا شفناها حتى في المباراه الاولى، ربما في المباراه الثانيه يكون برضو هناك عنصر او اثنين يعني متغيرين في الجزء الخلفي، لكن مع طبعا الامور اللي تسببت في طبعا خروج بعض اللاعبين واصاباتهم، طبعا يمكن احنا بنتكلم النهارده في مرموش ومصطفى محمد، يعني في بعض التغييرات، لكن يعني ممكن يحصل مثلا محمد صلاح ممكن يكون موجود في الهجوم، ممكن الدفع بالشامي، ممكن امور كتيره تتغير، ناصر ماهر ممكن يكون ورقه موجوده. يعني كابتن حسام جرب اكتر من سيناريو علشان يعني يوصل بالشكل الافضل اللي يتناسب مع منتخب بتسوانا. عناصر كتيره موجوده وكله جاهز، اهم شيء ان كله جاهز، لكن يعني ايه اللي ممكن بيفكر فيه الكابتن حسام؟ يعني مع الكابتن حسام حسن تحديدا الامور صعبه شويه، عنده اوراق كتيره وكل اللعيبه جاهزه في كل المراكز، لكن التغييرات هتبقى طبعا يعني بسيطه في الجزء ده. طه، يعني بشكرك طبعا شكرا جزيلا، كل التفاصيل الخاصة عن الأزمة اللي كانت موجودة وحتى عن ميران وبعثة منتخب مصر بالكامل، محمد طه زميلنا من بوتسوانا، كل الشكر طبعا ليك وكل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله غدا. يمكن